السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم دائما في قناتي هشام الطبخ. اليوم ان شاء الله راح ندير وصفة تاع ملفوف محشي باللحم المفروم وصلصة بيضاء. اذا بسم الله نجيو نحو الاوراق من النوب وهذوك الفوقانيين اللي يكونوا شغل متبالين هذاك مسخن نحوهم، ومن بعد نجيو اللحم نقطعوا قبل هذه مشي تنحى نرفدوها شوية ونحوها باش تجيكم تما شغل تخرج لكم ورقة سهلة، باسكو دي فوا يتقطعوا بزاف. هكذا مثلا وحدة، نريد نشوف ورقة واحدة أخرى مثلا هذه هاي ليك العادية، نحطوها مليح تطلع ومن بعد نبداو نحوها من نومن. تبعوا لها بطريقة غير بالعقل، هما يتقطعوا على كل حال، بس هانتوما سيو خرجوها ماكسيموم مليحة. هكذا إذا هكذا بعد ما نحيناهم شوفوا كيما هذه شوفوا هنا الرعاف تاعها ماشي حاجة، ماشي يابس تما ما يجينيناش، هذه نخدموا بها ديريكت نحيها منا. وهادو ما لي يجو خشين بزاف تما هذا ما يطيبش، نجي نحيها عندكم. شوفوا اما تنحوها هكذا مثلث، نحوها هكذا، والا حبيتو ديروا، انا كيما انا ماحش ندير ما نديرش الحبات كبار، ندير صغار ونكثر، فهمتوا شنو الفخر ما دير حبه كبيره تخلع. تكملوا تقطعوها هكذا باش من بعدك هذه هكذا نفرسيوها تجي حبه صغيره شويه. انتم كل واحد كيفاش يحب، كاين اللي يحب لي موديل يخدمهم كبار، هذا ما كان. اذا هكذا ندير الماء تاعي يغلي ونجيب الاوراق تاع الملفوف ندير هكذا بالعشرة اوراق هكذا صاديبهم كيما حبيتو شويه برك حوالي 3 دقائق هكذا، قيسهم الماء قيس ما يتبالوا شويه يولوا يقدروا يتفرسوا ونحيهم. شحال عندكم هكذاك؟ إذا كانت كمية كبيرة قسموها على زوج، إذا كانت شوية ديروها كامل. هكذا ندخلوها لداخل شي قيس الماء، كيما أنا مرميطة كبيرة نقدر ندير بليت ساعة، إذا كانت صغيرة ديرو بشوية ونحيو وعاودو ديرو. هكذا نخلوهم يغلو 3 دقائق 4 دقائق على حسب النار تاعكم، كي تشوفوها بانتكم بلي تخلى شويه طياب ولا شغل تقدر تتلوها تفرسيوها نحوها من النار. اذا هكذا انا خليتهم حوالي هكذا 5 دقائق نشوف هذا الورقه تاعي بلي ولات مدباله خلاص نحيها. وانتم الا كانت الورقه تاعكم عاصيه خلوها تزيد طول شويه، ولا كانت النار قليله انا ندير نطيب طابونه. دوك نحيهم هنا واش نديرهم؟ نديرهم مباشره في الماء بارد باش تحبس الطياب تاعهم ما يبقاوش يكملوا يطيبوا، ومن بعد نجوزهم في الكسكاس باش يقطروا مليح ونجيو نديروا لاصوص تاعنا. ومن بعد نجيو نفرسيوهم نديروا لاصوص تاعنا. عندي هنايا شويه زيت هنا على الاقل كركاسه تاع الدجاج، كركاسه هكذا وحدها، والا ما حبيتوش تقدروا ديماريو بالبصل عادي ما كاش ماشي متوفر، نديروا غير الفيونداشي بلافارس. نخلوها تقلى شويه بعدين نجيو نزيدو عليها حتى تصبح متوسطة، ولحميصة نص طيابة أنا نديرها نص طيابة، من الأحسن ديروها شوية نص طيابة باش طيب لكم بلخة متعييكمش. هذا نخليه يتقلى غير بعقلو. اذا دوكا نجيو نديرو شويه توابل، عندي سكنجبير شويه فلفل اسود شويه راس الحانوت ونزيد له الملح و
شوية ماء. هكذا حوالي نص لتر هكذاك، باسكو كيما قلت لكم الحميصه طايبه ما تبقاش بزاف، قسم يطلق لنا باك البنه تاعو الدجاج في المرقه وتبقى لنا شويه لاصوص نكملو بها طياب. اذا هذا نغلق عليها خليها تكمل طياب، من بعد ونروح نديرو لافارس تاعنا. اذا نجيو نخدمو لافارس تاعنا. عندي كميه من اللحم المفروم حسب الكميه اللي دير، كل واحد يدير شحال افراد العائله. نرابيو لها شويه توم، زوج سنينات هكذاك تكفي. يا راس حانوت فلفل اسود وشويه وقت على الملح، باسكو ديجا لافارس ديجا لاصوص فيها الملح. نزيدو لها شويه هذا الرز الابيض كيفاش يجي، شويه كمشه نديرو هذا ماشي طايب. وشنو انا قلت لكم ديروا هذا الرز بيض من احسننا، هذا كيطيب يجي شغل يمشي مليح مع لافارس يجي معجب. هكذا نقدر نزيدو لها ثاني شويه مع الدنوس، انا هكذا يكفي نعجنها. هكذا برك نجيب الورقه تاع الوسمو تاع الملفوف بون كيما مثلا هذه، نلويها نعصرها شويه نهبط لها كامل الماء ونجي نفرسيها. انا كيما قلت لكم راح ندير شغل يجوا شويه صغار وما نكثرلهمش الاوراق، تقدروا انتم ديروا ورقه فوق ورقه زعما زوج ثلاثه وتفرسيوها باش تجيكم خشينه بالملفوف، باش تجيكم خشينه بوسمو بالكرنب. بصح انا لا انا نديرها ورقه واحده تكفي، وكل واحد كيفاش يدير. شويه لافارس هكذا بسم الله وقلب زيتان. الله الله. اذا درك وجدت نحيت لاصوص كي طابت، نحيتها من المقله هذيك. تحبوا ديروا لاصوص مقله واحده اخرى طيبوا فيها كما حبيتوا. نديروا لها شويه زبده، زبده ولا مارغارين بسم الله. نعصروا شويه، عصروا شويه هبطوا له داك الماء تاعو وحطوه. اذا هذا كما راكم تشوفوا كي تحمروا، الا قدرتوا تقلبوهم اقلبوهم، الا ما قدرتوش تقلبوهم خفتوا يتقطعوا لكم معليش خلوهم يتحمروا هما من جهه اخرى من والو. تشوفوا فيها باللي راح تقطع خلوها عندك ما تقلبوهاش. وشنو اللي هنا ما نديرهمش كامل لاصوص، نغطيهم برك هكذا باش ما يقعدوش يعوموا. لو كان كثروا لهم لاصوص شغل يهربوا لكم يبداو يعوموا، بعدا كي شغل يصرى لهم كيما نقولوا يقدروا يتفتحوا، هكذا ما يتفتحوش يريحوا شغل شويه فوق لاصوص تحتهم هذا ما كان. نغلقوا عليهم دوكا نخلوهم يطيبوا مليح نعاودوا نقول لكم. الوصفه تاعنا راهي طايبه. انا كيفاش كنت ندير، كنت المرقه نخليها لهنا غير تنقص نزيد لها تنقص نزيد لها، ومن بعد جبت وحده فتحتها على زوج شفت الروج الى طاب كي لقيتو طاب خليتها تشرب مليح. هذه هي دوكا نحيها من النار نجي نشوفوها في صحن التقديم. إذا نوريك الطاجين تاعنا كيما قلت لكم لاصوص خليتها تقل بقات غير شويه وزدت له شويه معدنوس ونقدمه. هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله الوصفه عجبتكم ونلتقي في وصفه اخرى ان شاء الله. ملاحظه فقط كي تكونوا طيبوا في الطبق هذا ماذا بكم ما ديروش نار قاويه بزاف باش ما تشربش لاصوص وتهبط لكم بزاف ومن بعد الرز ما يطيب لكمش من الداخل. والا خفتوا واش ديروا، طيبوا الرز مع الاول غليوه ومن بعد ديروه في لافارس. هذه هي بسم الله. صحتكم.